طيب نحتاج لهاي الطبخة باذنجانتين مقطعين شرائح ومشويين اصلا، بصلة، نص كيلو لحم مفروم، ملعقة كبيرة سمنة، وكوب بازيلا وجزر، فلفل اخضر مكعبات، شوية ثوم، وبندورة مبشورة، ربع كوب صلصة، وصلصة ايش غادة البندورة؟ طماطم. طماطم بندورة، تمام. ومكعب مرق الدجاج، نص كوب ريحان، وكوب فطر طازج، بشاميل جاهز، وكوبين جبنة موزاريلا، وطبعا كوبين أرز بسمتي تحفة. أنا الرز طبعا نقعاه، تمام، نقعاه بمية دافية أو سخنة، المهم علشان طبعا بينفش أكتر وبيبقى سواه مظبوط أكتر وما بياخدش وقت أكتر على النار. تمام، قديش صار لك نقعتي؟ ساعة. حلو، ساعة. هو أقل حاجة يتنقع فيها الرز ربع ساعة، وأكتر حاجة نص ساعتين. تمام. دلوقتي حطينا البصل والثوم، هحط بس الفلفل الأخضر، وبعدين هنحط اللحمة المفرومة، وبنقلي اللحمة عادي. عندنا طبعا هنحط مية سخنة على طول، نحط بقى دلوقتي المية عشان نسوي الرز بتاعنا. اوكي خلاص، هو كده تمام، هنسيبه بس يغلي وبعدين نغطي عليه، وهنقلب هنا اللحمة. احنا قايلين ريحان، نقدر نستعمل ريحان، اللي ما بيحبش او مش ملاقي الريحان يقدر يستعمل بقدونس. حلو. طيب دلوقتي احنا عندنا اللحمة ابتدت تتقلي تتقلب، احنا بس هنحط كمان شوية بسلة وجزر، بس هستنى لما تتقلي شوية. البسلة والجزر عندنا مسلوقين، فمش مهم ان احنا نحطهم من بدري لانهم اوريدي مستويين. تمام. طيب دلوقتي اللحمة ابتدت تتقلى عندنا، هنحط المشروم كمان. البتنجان طبعا مقطعاه شرايح ودهنته بالزيت وحطيناه في الفرن يتشوي عادي، مش مفيهوش اي حاجه. نحط بقى شويه الملح والفلفل بتوعنا، وزي ما قلنا اي حد يحب يضيف اي حاجه زياده خلاص، بس هو اصلا يعني احنا حاطين سواء البقدونس او الريحان يعني طعمه بيبقى طاغي، بس طبعا في الاخر البهارات عادي مساله ذوق. محمد ابو لبن، صباح الخير من دبي، منورين، بتابعكم كل يوم، شكرا. سيد محمد يوسف مقدادي من عروس الشمال من اربد، اهلا وسهلا فيك. وهنا انا هحط الطماطم المبشوره، وهنحط صلصه الطماطم، وعندنا بس شوية مية صغيرين هنضيفهم عشان بس يجمع لنا كل الحاجات دي مع بعض. وكمان خليني لأن احنا مش حاطين توابل، فلما ما بحطش توابل بحب أحط مكعب. حلو. لأنه فيه نكهات. تمام. فبيغنيني عن أن أنا أحط توابل. حلو. مية نعمل بيها صوص. لميا عاشور، صباح الفل والعسل على ملكة الشفاف. الله يسعدك يا لميا، الشف العالمية اللي دائما تسعدنا بأجمل طلة في الدنيا. حبيبة قلبي الله يسعدك، تسلمي، شكرا يا لميا جميلة. طيب احنا كده عندنا الصوص خلاص خلصت، بس انا دايما لانه الشعب بيجي ياكلوا لازم يبقوا واكلين حاجة متأكدين من الملح والحاجات اللي فيها. تمام، ممتازة. هناخد بقى الخلطة بتاعتنا دي بنحطها في الطبق، بس عايزين نضيف الخضرة اللي هنحطها زي ما قلنا، سواء كانت بقدونس او ريحان زي ما تحبوا، النكهة اللي بتفضلوها اكتر. تمام تمام. احنا البتنجان على جنب؟ لا دلوقتي هوريك. يلا. طيب هنوزعنا كده البتنجان كله اللي عندنا،
بعدين هناخد البشاميل بقى اللي عندنا وهنحطه على الوش، وفوق البشاميل هنحط جبنه كمان. يا سلام. طيب هنحط بقى دلوقتي الجبنه بعد ما حطينا البشاميل، هنحط الجبنه كلها هوزعها على الوش. انا احنا قايلين موتزاريلا، بس احنا هنستعمل النهارده تشيدر. انا بحب دايما دايما نوع الشيدر بحبه يكون العادي والاصفر، تمام، او اللي هو بيتقال عليه احمر يعني، تمام. بس هو مش احمر، بس انا دايما بحب الخلطه بتاعت اللونين دول. حلو. في الطعم شكلها لذيذ كمان، وطعمها بيبقى حلو وتحميرتها بتبقى حلوه في الفرن. حلو حلو.